من جديد نحييكم في الجزء الثالث من برنامج احكي بالون. الحديث كما قلت قبل الفصل حديث على عملية انتقاء اللاعبين في الفرق الجزائرية بين اكتشاف المواهب من جهة وضغط الأولياء وضغط الجمهور وضغط المحيط على المدربين. في احد الفرق في العاصمة مدرب الآمال غادر والمدير الفني غادر ومدرب اقل من 19 سنة غادر ومدرب اقل من 17 سنة غادر والمدرب اقل من 15 سنة غادر في غياب الإدارة التي لم تحمي ولن تحمي هؤلاء المدربين بحجة ضغط الجماهير أو خروج مناصرين فوق العادة يقولون بأنهم هم الأمر والناهي في هذه الفرق. لذلك اليوم هذه الفرق العريقة حتى لا أذكر أي فريق وما تكونش حتى أساسية من طرف أنصار هذه الفرق ما يخرج لنا لاعبين ممتازين. هذه الفرقة تتغنى لنا بالتاريخ وتتغنى لنا بالجغرافيا وتتغنى لنا بلاعبين تخرجوا في فترة الستينات والسبعينات وفترة الثمانينات. مراد وردي اليوم إشكال كبير في فترة الانتقاء في فترة الديسبيتمو كان بعض المدربين يتعرضون للسب والشتم والتهديد وحتى الضرب في بعض المرات. بس أنت قلت في ظل غياب المسؤول الأول ما يسمحوا لي على كل حال بعض ولكن الفرق نتاعنا للأسف على رأسها الناس رام هنا ولكن ماشي هما اللي رام يسيروا خلاص. الفرق نتاعنا راهي في الشارع راهي في الزنقة عكس زمان باش تقدر تهضر مع بريزيدون ولا تهضر مع ديريجون تجي داخل ودير هكذا. دروك البريزيدون اللي يدير هكذا والديريجون اللي يدير هكذا واش جاو يديروا لي. ولذا نقول ما تقدرش تصلح هذه الاشياء وهذا الحال اذا كان ما عاودناش نظمنا الامور في بيت الفرق الجزائريه وتغيير جذري لقانون الجمعيات اللي راهي تسير بها يتسيروا بها الفرق الجزائريه. مصطفى النقاش مفتوح. الشيء الاخر هو ان اليوم الاموال بكري الناس ما كانوش يروحوا. انا نقدر نقول لك بوكو دو غران جوار اون بريفيري الي موني لور طالون في لي زونيفرسيتي كو سور ان تيران دو فوتبول. بكري الناس كانت ما تروحش دوكا من نهار دخلوا الدراهم يحب يشوف وليده جوار وبالك عنده موهبه باش يولي طبيب ولا يولي طيار ولا كذا ولا لا ما في زوت سبور يولي باسكيتور يولي ايه. اليوم الدراهم الفوتبول دا كاع الدراهم ميم دون لي زوت ديسيبلين كانيك لا ماهوش مشكل غير تاع الدراهم. انا نظن سي فري في غياب ادارات يعني لي ريسبونسابل المسؤولين عن الفرق في غياب هذاك لكن انا نظن المشكل الاول راه في المدربين. المشكل الاول راه في المدربين وعلاش الانصار يتصرفوا بهذه الطريقه باسكو يعرفوا باللي المدرب الفلاني راه يجيب هذاك باسكو باباه عنده فان فادير يعني ماشي في كل حاله مصطفى. نعم كاين مدربين يملكون شخصيه. لا اسمح لي انا اعرف مدرب تاع فريق واحد من فريق الاعمال والله غير عنده شخصيه. انا مانيش نقول محبات ما رانيش نقول كل المدربين بارك الله فيك مانيش نقول كل المدربين لكن تسمح لي في كل الفرق كاين لو كان واحد اللي يدير خدمه كيما هذه يلزم يكون باباك ولا شكون بعتك باش 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 تسيني عنده تلعب عنده. شفنا العديد من الفرق انت شفت الفريق اللي تكلم عليه انا ثاني شفت فريق عنده الموسم الفارط عنده لاعبين او 19 هذوك مي تسمح لي ما عندهم الفريق اللي نتكلم عليه كانوا يخسروا غير 19 خرج لاعبين الفريق اللي نتكلم عليه خرج لاعبين مستوى عالمي صح. الفريق هذا اللي نتكلم عليه تعاود تولي 20 سنه اللور لو كان واحد يقولك تروح تلعب تما يقولك تما مهبول انا نروح نلعب مع هذوما كاع يعرفوا يلعبوا باسكو المدرب انا ذاك كان يجيب صح كان يجيب غير اللي يعرفوا يلعبوا. لكن اليوم المدربين تاوعنا انا نقول لك ماشي كوم ما اسمح لي ما تعداش على الناس بصح نقول لك باللي الاغلبيه يجيبوا وليد فلان وباباه عنده دراهم وباباه يرولي بالكاتكات باش هايليك. وعلاش لي سيبورتور ماشي هذه هي يعني لا كوز ماشي هذا هو السبب رقم واحد بصح هذه سبب من الاسباب اللي تخلي المناصرين شكون جاب المدربين هذوك شكون اللي يجيبهم المدربين حبيت كان في بعض من الحالات قول لي برك شكون اللي يجيبهم مصطفى دوك نجاوبك في بعض من الحالات يجي وراه الرقيب كاين رقيب كاين لازم يكون رقيب في الفريق نعم تحب نجاوبك خليني نجاوبك نعم باش نجاوبك لازم تسكت وانا نهضر نعم شكون اللي جابهم هاد المدربين في بعض من الحالات كاين رئيس الفريق كيجي يسيبهم ديجا اون بلاص
ماشي هو اللي جابهم، كاين جابوهم واحد اخرين. يلزم يكون واحد يجيبهم البريزيدون اللي قبلوا باش يجي يرسك رمان. مانا سعيد نعقدوا درالي يقدر يكون طفل يلعب كره قدم وباباه تاري الله يباك ربي يرزقه. بيان سور كاكا في البرازيل من اثرياء البرازيل، رودوندو في الارجنتين اب تاعو من اثرياء الارجنتين، ولكن لما تقول كاكا تقول احسن لاعب في العالم، تبقى تقول رودوندو. شوف انا مانيش حاب نشخص باسكو كاكا في البرازيل، البرازيل فيه 300 مليون نسمه، حنا تكلمنا على واحد في 300 مليون. أنا مانيش نشخص ومانيش نقول كل الفرق دايرين هكذا، بصح من السبه الكبيره سي باسكو لي زونترينور كي تروح ديسبيتي يقول لك واش يخدم بابا. رزق رمان كنت مدير فني تقني عبد في الاكاديميات، نفس الشيء اللي مارادونا جات باش ندير اسقاط تاعو والتجربه تاعو في فتره ديسبيتمون. دونك نحن نخرجوا من الضغط الاوليه وتاع لي بارون وتاع المحيط وتاع وليد فلان وليد علان. كاين اشكال اخر في ديسبيتمون، كاين دي فوا دي طالون يروحوا هكذاك هباء من طورا لانه المدرب ما شافهمش مليح. كاين دي طالون 15 مينوت ما تكفيش، 10 مينوت ما تكفيش، كاين دي طالون يلعب مع دي جوار ما يفهموش في اللعب تاعو، ديفونديو دي جوار في لي ديسبيتمون وديفون نكتشفوا لاعبين. صحيح كمال نقدروا نضيعوا لاعبين بون دي فوا كي يجي واحد ديسبيتي اللي عنده لو تراك يجوز اكوتي. يعطيك الصحه. المحيط بقلقو خاف يحشى 300 جوار في نهار يا ناس. على دوك انا نظن اسمح لي كمال ديسبيتمون ما يتندرش في اي فئه ذلك. بارك الله فيك. ماشي في اي في دوك انا جي نروح ندير ديسبيتمون. لوجيكمون كاين استمراريه في العمل. صح اون جينيور اون كادي، عندك ثلاثه اربعه حبات تزيدهم في الفريق تاعك باش يكون عندك توازن في الفريق. ديسبيتمون ديرو في ليكول دو فوتبول. صحيت. لي مينيموم ماكسيموم. صحيت. مي الباقي خلاص، الباقي نورمالمون تكون استمراريه. صح اسمح لي دفعه طبع دفعه. جينيور دير له ديسبيتمون. جينيور خلاص. اسبور ديسبيتمون. او يدقدق في الباب. اسبور اسبور ديسبيتمون. نو سي با نورمال. هذا سي با نورمال. بصح نقدروا رزقي. بصح هذه واش اللي يهضر لك في حاله. وين يكون هذاك المدير الفني عنده 3 سنين 4 سنين في فريق. دوك علاش قلت علاش مليح الاستقرار في الفئات الشبانيه كي يكون عندك مدير فني يقعد عامين 3 سنين بالك في العام الاول، في العام الاول يجي باش يغربل ينقي سي نورمال، تبدا تصفي تبدا باسكو تعاود تشوف كاع لي ليفيكتيف باسكو دوك انت ما تيقش في اللي كان قبلك. دوك تجي تعاود دير تو فاري فوار كاع ليفيكتيف. مراد وردي اليبوك كان في الحراش مثلا يقول لك هذا عمر لونيسي ربي شافيه نطربوا له الشفاء من برنامج احكي بالون، يقول لك عمر لونيسي كان من بين المكتشفين المواهب في مدينه الحراش. مثلا عمر بوديسا في لي زونفيرون تاع لوسان دي اوليفي وجنان بروكولا كلاسيير، عمر بوديسا ربي يطولوا في عمره بارمي لي جوني كانوا يكتشفوا اللاعبين. في ستيف سيتي لاياس اللي كان بارمي اللي يكتشف لي زورغان اللي اجيسا اللي صالح عبد الحميد في اورون في القبه بيتات عندكم توتا في القبه كان من يكتشف في احسن اللاعبين في لاسيكا بابالوش بيتات في المولوديه بيتات في لوسما. اليوم لي جون هادو بينيفولا ما راهش مشاهد اللي عمر لونيسي اللي بوديسا هادو ماهوش متواجدين في الفوتبول. هادو كان يروح الحومات يجيب ثلاثه. صح واش اللي تغير في المعادله؟ صحيت الدراهم. اني نقول لك الدراهم اني نقول لك اليوم سي كريمينال. صح خليني جولونس وردي يحب يلعبهم باطل. لا 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 خليني نفهمك. وي بصح اليوم شوف وين ولا لو جوار إلي بلوس موتيفي لو غوس الجيريان هادي لو كريمينال. On est en train de faire de la criminalité bidoun mara nancharo. شو لو جون نتاعنا لو جون انا نربيوه ما يوليش طبيب بصح يولي فوتبالور بور كالي ريزون باسكو اليوم الطبيب يخلص 6 ملايين ولا 7 ملايين ولا كي يتخرج والفوتبالور سوبيتمون يدوفيان 50 200 300 مليون وزيد اوتور اوتور سو فوتبالور اوتور سو فوتبالور هذا معمول به في العالم. لا 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 اسمح لي اسمح لي انت تظن طبيب في فرنسا يخلص كيما نيمار ولا كيما نهضر معاك انت اسمع هذا معمول به عالميا dans un pays qui a une industrie du football عندها une économie qui ne se repose pas uniquement الريع تاع البترول تاع حسيم سعود. نهار يكون نورمال اسمح لي سي نورمال اسمع نهار يكون dans tous les pays du monde طبيب ما يخلص ما يخلص داكور. شوف مصطفى رانا اليوم لي بارون يجيبوا اولادهم دراع. علاش قلت لك سي كريمينال؟ باسكو تو سي بلي اون جون اون ني با سور دو ريوسير اني مينيم نقدر بيستون لعبو كادي لعبو جونيور اني جايك اني جايك اني جايك معليش لك بيش كاك هضرت على سيرتان زونترينور اني نهضر لي بارون باش لي بارون هما يتوعاو قبل نهضر دو لونترينور
اللي يجيب ان جوار ويوهموا باللي راح يكون غران جوار ويبروفيتيو من باباهم. باسكو هكذا كنت تقول، كنت تقول كاين دي زونترينور دونك بزناسيه. بيان سور. واش حبيت نقول لك؟ ليكواسيون هذه توجور تور دو لارج. اسمح لي مراد، مراد اسمح لي. كان ليكواسيون تور تور دون بيرفورمانس. اسمح لنا شو سقيا. دون ايليت، دون ايليت. بصح مراد هذه ما تعرفهاش. وولد كي ما يكونش عنده حتى علاقه قال يا وليدي روح تقرا يا وليدي. روح تقرا. روح بلاش. اسمح لي. مراد اسمح لي دقيقه واحده، انت كي تقول لي انت كنت تقول زعما حوايج هذو ما تعرفهمش مراد. فما انا نحكي. اه صح. صح مراد. دخلنا في الدق. نحكي لك وحده على الاثريه، على الاثريه. شوف انا شفت انسان واحد الخطره جيت نخدم في واحد الكلوب هكذا اون طونك دي تي اس، سمعت يهضروا على واحد جوار بيستون باباه وطاطي طاطا طاطا. انا كي جيت قلت لهم ديسبيتمون ما لازمش يكون ان ديسبيتمون لارج في لي سيرتان كاتيغوري. هنا هنا هذه باش الناس تسمعها لان طرحت قلت لهم نخليو نخليو لي زيفيكتيف تاعكم لي بون جوار. طاحوا على واحد جوار قال لك كذا وكذا وكذا، قاعد نسمع غير فيه ماشي يعرف يلعب. بصح باباه 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 بابا. انا قلت بالك مارادونا. بصح ومن بعد اون فان كونت سي اني جايك، جا لي باباه، جا لي باباه قال لي يا شيخ فوالا انت جيت وكذا جديد وكذا. قال لي يرحم باباك يرحم باباك. قال لي شوف وليدي، شوف لي برك مليح ولا ماشي مليح، مليح ولا ماشي مليح. اه انا باش نحي كاع المشكل من راسي جبت معايا ناس، انا جبت معايا اعوذ بالله من كلمه انا باسكو لو ديسبيتوان انا ما نديروش وحدي. انا ديسبيتوان ميم كي يكون خلي كمل بس انا جايك انا جايك. كي طلعت هكذا طلعنا الله تريبين هذاك الجوار بان مليح خير من بوكو. صحيح. بصح وعلاه علاش؟ أه؟ هو مليح بصح ميروا يديروا له بالفكره عند باباه وعند الولد باللي انت ماشي مليح بصح رانا نلعبوك. يساسيفو هذا خطا. بيان سور باش ياكلوا باش يبقاو يسيسيو الدراما. رشق رمان، رشق رمان تكلمت انا على اكتشاف ما غير موجوده اليوم وعملت الاتقاء. قلت لي انت يا سؤال الناس اللي تكتشف المواهب توتا في الارشيكا ولي بوديسا ولي عمر اللونيسي ولي لاياس في ستيفو وكاين هاد الناس بارتو في تيندو في ورقلا في سوق هراس في عنابه في خنجله. اليوم في الديسبيتمون كاين مشكل تاع اونترينر لوجوان تاعو، ما تقدرش تشوف 300 جوار في نص النهار يا ناس. صحيح. صاصيف وهذا خطا، راح تبردي بوتيت دي طالون راح يروحوا للمتاهات. بقبيلة كمال يعني في سيرتان ان سيرتان نيفو لو ديسبيتمون ما يتندارش. يعني. صحيت. يعني تلحق المرس مستوى وين زعما نقولوا يو 17 لا يو 18 لا يو 20 ما بقاش ديسبيتمون. يعني مام او كورون دو لا سيزون اكت ديجا توبسيرفي سيرتان جوار تقدر تنجيكتيهم الفريق تاعك كيما يتندر في الاكابا كيما تندر، ولكن ما تعرفش دير ديسبيتمون تاع 3 سنين. شفنا في اتحاد اتحاد العاصمه نجد ديسبيتي في تريبيل في تريبيل غاشي. انا نظن انا الناس حابه تلعب مساكن بصح تخدم تشوف 300 جوار مورات في ولا سقي. نظن هذا الشيء كامل باش نتفاداو كاع هذا الشيء لازم يتبنى على مشروع، وهذا المشروع على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل. اولا دير مدير تقني ذو شخصيه وكفاءه اللي تعطي له كل الصلاحيات. نعطيك حاجه بك مراد، احنا على بالنا باللي في بعض الفرق قبل ما تبدا الموسم تاعك ديجا عندك واحد 30 40 دوسي ديجا نداروا. دوك نعاودوا نولوا المشكل تاع اللي قرا عليها قبيله مصطفى وائل. دوك انا نظن باللي احنا في المديريه الفنيه بون نهضر على واحد النقاط تكلمنا عليها باش يحطوها في امر الواقع باذن الله، يعني في المستقبل. يقول لك اوكون ليسونس دو جوار لو سرا ديليفري سون لابروباسيون دو ديريكتور دو دي تي اس. تسمى ديجا على الاقل تبدا تنقص تحط ستوبي شويه اصحاب المعرفه. زيد كذلك لانستالاسيون تاع الستاف، لانستالاسيون دو ستاف ما تندارش سون لو اسمو دو ديبو تاع الدوسي تاع الدي تي اس. وهذا الشيء كاع لازم ياكومبانيهم مشروع، هذاك المشروع تجي تبريزونتيه او نيفو دو لا ديريكسيون تكنيك ناسيونال، وهذاك المشروع دوك مش تروح دير لي مشروع كوبي كولي تجي تحطو، وشو هما الامكانيات اللي عندك، المشروع تاعك يبدا بالامكانيات، يبدا بالوسائل، يبدا بالمدربين وطريقة العمل نتاعك. ظن انا هذا الشيء باش نقدروا نتحكموا على الاقل نقصوا هذا الفليو تاع ضياع المواهب كيما تقول خويا كمال، انا نضيعوا بزاف مواهب. نعطيك بك خاصية. خاصية في فئات أقل من 15 حتى الأقل من 17. كاين مشكل كبير، كاين ما بين السن العمري كما يقولوا لاج بيولوجيك ولاج كرونولوجيك. تصيب نصيبوا فروقات كبيرة في بعض في 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 اللاعبين نفس السن، كيفاش تقدر تفرق بيناتهم هذو؟ هذا عنده الموهبة وهذا عنده القوة. كيفاش؟
لا بعض المدربين يختار القوه على الموهبه صحيت باسكو يحوس على النتيجه في الحين بصح في بالطول هذه الموهبه كي نحطوها بجه انا فقدناها بصح هذا اللاعب اللي ما عندوش موهبه يطلع بالقوه ومن بعدين هاي الحقلاج اوفان من الناس كاع تجيب القوه واللي ما يفيدكش سوا سوا صح شوف النظره لازم تكون النظره تاعك لازم تكون بعيده دونك كاين كل فئه كاين خصوصيات الطفل لازم الانسان لازم يكون متمكن لازم نختاروا مدربين متمكنين اللي يعرفوا كاع هاد الامور وكل تاع الفئات الشبانيه للديفلوبمون ديفلوبمون تاع هاد الفئات الشبانيه اليوم كاين اشكال لو بروفيل تاع المدير الفني لو دي تي اس المدير التقني في الفرق مشكلة اليوم في الفرق قال لاعب سابق هذا مشى مع البريزيدون كي كان معارض للرئيس السابق قال هذا لازم نديروه مدير نديروه مدير فني كي نديروه مدير تقني في هذه الفرق شكون نجيبو معاه لازم نجيب لونتوراج تاعو صحابو كان اللي عندهم لي ديبلوم كان اللي ما عندهمش كان اللي كون روحو بقاونا غير بالشرعيه التاريخيه وليد الفريق ولاعب سابق في هذا الفريق وانا اكدها للمراه ديال الالف ما كان حتى لاعب في الجزائر منذ الاستقلال لغايه يومنا هذا لعب باطل بمعنى نحن اليوم هذا السوشيال في هذه الفرق ان اردنا تطوير هذه الفرق واعادتها الى مكانتها هذا اعطيني اليوم الخصائص والله غير هنا قبيل المدير الفني في الفرق مصطفى بوزالي لا كيستيون بصح دوك عطيت لي تايا تو ابورتي لو مولام مصطفى قال لي دون تو لي بي دو موند الجوار يخلص مليح سي با لارجون دو كونتريبيواب دون تو لي بي دو موند C'est l'argent t'as des gens qui investissent dans ce club. Les clubs. Mais l'argent du contribuable, quand c'est le contribuable, c'est l'argent que tu as. T'as le bailek. Mais tu as le fameux qu'on jette ou qu'on les dort ou qu'on dit le machin ou le madish. Tu as le fameux haja. اليوم راك هنا واش تقدر تدي الماكسيموم ويدي صحابك الماكسيموم اي صح اليوم هذا هو المشكل الكبير عندما ننظموا هذا الامر نخرجوه ونعطيو له صيغه هذاك الوقت نقدروا نهضروا على البروفيل دو دي تي اس على البروفيل دو لونترينور كي البروفيل نعم البروفيل اللي كريتير شنو كيما كان يقول لك اليوم لا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول لا ان با اونيكمون ليكيب ناسيونال ولا هاد لا كوبا اجيري صح ما عندهاش غير هاد الامور الا لو ديفلوبمون دو فوتبول اللي ريفليشي كومون سي فري كو ما تدخلش ماشي هي تدخل نخرجوا بها ماشي في 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 الفريق ولكن تعطي سيتين زوريونتاسيون تكنيك صح كيما كان يقول لك اليوم لو شوا دو دي تي اس لازم يكون عنده ان بروفيل دوني واش لازم واش ليكسبيريونس لي ديبلوم لا كاليتي دو مونور كانيك ماهوش اللي جات يحكم تسمى هو يجي باسكو ميم يكون عندك لي ديبلوم اللي يكون عندك وما تكونش عندك كاريزما وشخصيه وما تجيش من اجل Bien sûr, tu viens pour de l'argent. Ça, tu viens pour travailler, pour donner un plus. Mais je dis, bah, je te chlous. Oui, je dis que le président a mou malish. Parce que l'homme, trop souvent, l'homme, les entraîneurs acceptent des missions. Impossible. صح هات برك يدي ثلاث شهور ويسيني بها الكونترا ومن بعد الله لا مشات اليوم بوكو دونترينور يسو مارجيناليزي باسكو بارفوا ان اكسيب با سو هاد 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 السيناريو مصطفى وائل مصطفى وائل مراد شوف نريبوندي لك برك اون 10 سكوند على لارجون دو كونتريبيوابل ولارجون دي انفستيسور تاع لي كلوبز اترونجي هذا موضوع واحد اخر تحب نتلاقاو نروحو نشربو قهوه ومن بعد نحكي نبقى في الموضوع تاعنا مصطفى فوالا ما خرجكش هذا موضوع واحد معليش نبقى في موضوع فيما يخص لي كريتير يلزم نعرفوا المقاييس باش يكون ديريكتور تكنيك شوف بار اكزومبل نتكلموا على الفرق البلدان اللي رابحين اربعه خمسه كؤوس عالم اكابر كي تشوف مدرب تاع اقل من 17 ولا 15 ولا 19 سنه واحد اللي يكون يونتريني اون فادير نهضروا بالسيستم القديم مينيم ما يقدرش غدوه من داك يونتريني لي جونيور سي كوم باسكو كل كيما قال رزق رمان كل كاتيجوري فيها كل فئه فيها خصوصيات تاعها كيما جو نسي با نعطيك مثل صغير واحد اللي كوموندون دبور يخدم في الخطوط في الجويه مثلا كي يكون يسوق البوينغ 737-800 غدوه من داك ما يقدرش يسوق الا 380 لازم يروح يدير عليه ريسيكلاج يروح يقرا باش يولي هذا هو هادو هما لي كريتير لازم تكون عندك تو لي ديبلوم ماشي عندك كاف ا ولا كاف ويت ولا نختم معك هذا الجزء اليوم كان اشكال في الفتره في فئه الشبانيه 2005 مع 2006 الموسم الماضي كانت 2006 وحدها و2005 فئه تلعب وحدها اليوم هذه الفئه جمعهم كيف
اليوم هذا لا لا 2005 وحدهم نقول لك علاش كامل بوحنا دار المديريه دارت دي كاتيجوري دو باز اللي هما لي يو 15 يو 17 يو 19 هادو في كل الفرق يعني مستوى الولائي مستوى الجهوي ومستوى وطني اما لي زوتر باسكو كاين دي جينيراسيون جوار اللي يسحقوهم المنتخبات الوطنيه بار اكزومبل مواليد 2005 لازم تهيئ 2025 بصح يحضروا بهم اقل من 20 سنه ل 2025 دونك لازم تعد لا كاتيجوري تخليها وحده باش تكون عمليه انتقاء هذا الموسم على على سنتين صح الموسم دمجوهم داروهم وحدهم ل 2005 ل 2005 داروهم وحدهم باش تكون عمليه انتقاء ل 2025 باش نخرجوا يخرجوا مجموعه اللي يخدموا بها ل 2025 زيد كذلك 2008 باش يوجدوا كذلك ل 2025 هذا السيستم مليح ولا السيستم اللي كان نخدم معك مينيم كادي جينيور و اسبور سينيور لازم تمشي حسب مواصفات الفيفا دوك الفيفا راهي تقول هكذا فيفا دوك كاين دي دات فيفا اللي باش توجد امورك بحسب تواريخ الفيفا وليزيشيونس اللي يستناو مختلف المنتخبات طبعا للحديث بقيه حول هذا الموضوع الشائك ان اردنا تطوير المنظومه الكرويه لابد ان نتحدث عن مثل هكذا مواضيع مهمه ربما لا تلقى الاهتمام والاهميه ولكن لها دور كبير في تطوير المنظومة الكروية. في الجزء الرابع سنتوقف أو الأخير سنتوقف الحديث عن مقصلة الإقالات التي أقالت وعصفت برأسين، رأس من جانب مدرب شبيبة القبائل ورأس الآخر من جانب مولودية الجزائر، وأزدين رحيم فضل الانسحاب والاستقالة في انتظار الجولة المقبلة التي قد تعصف بمدرب أو مدربين. ابقوا معنا تداب بعيداً.